امبارح دكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع الحكومة، تمت مناقشة العديد من الموضوعات والملفات المهمة. مش بس كده، كمان رئيس مجلس الوزراء شدد خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع بتنفيذ توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص تفعيل ما تم التوافق عليه ما بين مصر وما بين السعودية بخصوص التعاون في مختلف المجالات دي. صحيح، كان اجتماع مهم جدا، هو الاجتماع الأسبوعي للحكومة. تفاصيل أكتر عن هذا الاجتماع معنا على الهاتف الكاتب الصحفي كمال ريان المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. صباح الخير. طبعا خير، أهلا وسهلا. أهلا بك حضرتك. في البداية كده عايزين نعرف تفاصيل أهم ما دار في اجتماع الحكومة امبارح، وإيه كمان أبرز القضايا اللي تم التركيز عليها. ويمكن كان الدكتور مصطفي مدبولي كمان دعم بشكل كبير جدا رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة الثقافية اللي حضرها العديد واللفيف من رجال الدولة. الحقيقة بالفعل كان اجتماع مهم لمجلس الوزراء، كان هناك الكثير من الملفات اللي بحثها المجلس، طبعا على راسها كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوه التثقيفيه للقوات المسلحه، وتاكيد السيد الرئيس على ان مصر تمتلك جيش قوي يحميها ويحمي مقدراتها وحدودها، وان هي دائما بتسعى للسلام. ورئيس الوزراء شدد على ان الجيش المصري هو جيش للدفاع عن مقدرات مصر وليس للدخول في أي معارك بعيدا عن مقدرات وحدود مصر، لكن في نفس الوقت هو جيش قوي ليستطيع أن يحمي مصر ويحمي حدودها ويحمي مقدراتها. الحقيقة كان في إشارة لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر ولقائه مع السيد الرئيس وتوقيع المجلس التنسيقي المشترك للاستثمار بين البلدين اللي وقعوا اللي هيكون برئاسه السيد الرئيس وسمو الامير محمد بن سلمان. وهذا المجلس الى جانب طبعا الاتفاقيه ايضا اللي تم توقيعها، وهي اتفاقيه حمايه الاستثمارات بين مصر والمملكه العربيه السعوديه، هيكون لهم دور كبير حقيقه في حدوث قفزه في الاستثمارات المشتركه بين مصر والمملكه العربيه السعوديه. هناك شركات سعوديه كبيره تستثمر في مصر، هناك ايضا شركات مصريه كثيره تستثمر في المملكه العربيه السعوديه، هناك حرص بين البلدين على ان تكون هناك شراكه استراتيجيه واقتصاديه بينهما، تضاف طبعا الى العلاقات السياسيه المتميزه بين البلدين، خاصه طبعا ان هذا اللقاء جاء في توقيت بالغ الأهمية وفي ظروف دقيقة تمر بها المنطقة، وهناك توافق مصري سعودي حيال مختلف القضايا اللي بتمر بها المنطقة. الجانب الاقتصادي والاستثماري زي ما قلت جانب مهم، هناك توقعات بأن تكون هناك استثمارات كبرى بين البلدين خلال الفترة القادمة، إلى جانب طبعا مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية اللي هتفتتح المرحلة الأولى منه في يونيو القادم إن شاء الله، وهيضيف 1500 ميجا وات، بالاضافه طبعا لمرحله اخرى هتضيف 1500 اخرى، يعني الاجمالي هيكون 3000 ميجا وات. الربط هيفيد بقوه في تلبيه الاحتياجات من الكهرباء اوقات الذروه، خاصه طبعا مع اختلاف وقت الذروه بين مصر والمملكه العربيه السعوديه، الى جانب طبعا ملفات اخرى بحثها المجلس منها الوضع الاقتصادي والمؤشرات الدوليه اللي بتؤكد ان الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح. وفي نفس الوقت طبعا رئيس الوزراء تابع اجراءات ضبط الاسعار والاسواق، وشدد على ضروره ان تكون هناك مواجهه قويه وحاسمه مع اي محاولات للتلاعب بالاسعار او رفعها بشكل غير مبرر. كمان استاذ كمال، طبعا بصبح على حضرتك، كمان كان في تنويه على فكره تحويلات المصريين بالخارج. شفنا قفزه لتحويلات المصريين بالخارج، بنتكلم تقريبا على 3 مليار جنيه مصري، ومقارنه بالسنه اللي فاتت يوليو السنه اللي فاتت بنتكلم على 68 او 86.6 من 10 زياده في التحويلات. عايزين نتكلم على هذه الإشارة بما فيها من رسائل ضمنية. الحقيقة دي فعلا موضوع مهم جدا، التحويلات المصريين بالخارج شهدت قفزة سجلت أكبر معدل لها خلال الشهر الماضي،
والحقيقه ده تحقق مع وجود سعر صرف موحد بعد القضاء على السوق السوداء للدولار، فاصبح هناك سوق صرف موحد. فطبعا المصريين بالخارج اصبحوا يرسلون اموالهم من خلال البنوك وليس السوق السوداء. فدي نقطه مهمه. الحقيقه كمان يعني هذه الزياده الكبيره في تحويلات المصريين في الخارج بتحقق المزيد من الاستقرار في سوق النقد الاجنبي، وتضيف المزيد من العملات الاجنبيه اللي تاتي من خلال المصارف الشرعية. فدي طبعا تعتبر إضافة قوية للاقتصاد المصري ولقوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. ورئيس الوزراء أشار إلى أن هناك أيضا مشروعات وتحفز المصريين في الخارج على أيضا أموالهم لمصر زي مشروع بيت الوطن وغيرها من المشروعات المحفزة لأن تكون هناك استثمارات للمصريين في الخارج في مصر، وهي استثمارات مفيدة للاقتصاد المصري وأيضا مفيدة للمصريين في الخارج من خلال يعني هذه الاستثمارات ومن خلال تحويل أموالهم من خلال القنوات الشرعية. ده حقيقي. كمان يمكن بالامس تحدث رئيس الوزراء عن ضبط الاسواق، وده الحاجه الكبيره جدا او مهمه اللي بتهم العديد من المواطنين، كيفيه السيطره على الاسواق الفتره اللي جايه. الحقيقه الحكومه بتقوم بجهد كبير في السيطره على الاسواق وضبطها ومنع رفع الاسعار بشكل غير مبرر. الحقيقه يعني يمكن ضبط الاسواق ويعني وتخفيض او عدم رفع الاسعار بيتم من خلال محورين مهمين. المحور الاول هو الوفره، ان يتم طرح سلع كافيه باسعار مخفضه، وطبعا ده بيتم من خلال طبعا الجهود اللي بتقوم بها الحكومه زي وزاره التموين وغيرها من الجهات. وفي نفس الوقت طبعا في مبادرات مهمه زي مؤسسه حياه كريمه وغيرها من المبادرات اللي بتطرح منتجات، يعني شفنا مبادره طرح اللحوم والدواجن باسعار مخفضه من خلال مؤسسه حياه كريمه، شفنا المنافذ الاستهلاكيه في مختلف المحافظات اللي بتوزع السلع ايضا باسعار مخفضه. فده جانب العرض. يتبقى جانب الرقابه وعلى الاسواق، وده الحقيقه جانب شدد عليه رئيس الوزراء بالامس، واكد على ضروره ان تكون هناك رقابه قويه من كل الاجهزه المعنيه. أكيد. سواء ده بيصب في مصلحه المواطن المصري بكل تاكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كاتب الصحفي كمال ريان المتخصص في شؤون مجلس الوزراء.